هي كريتيف لاب. انا موجود حاليا مع الفنانه الجميله صوفيا المريخ في موقع تصوير فيديو كليبها الجديد تحت النظر، وهي هالمره تعاونت مع المخرج المميز الامريكي اللبناني الاصل ديفيد زاني. خلينا نرمس ونشوف. اليوم كان صوروا أغنية من الألبوم، راح تكون بالألبوم، اسمها تحت النظر الأغنية، وهي أغنية مصرية. وكيف ما شفت كان صوروها مع المخرج ديفيد زيني بدبي، وهي الأغنية من ألحان الملحن الكبير وليد سعد وكلمات الشاعر الكبير نادر عبد الله، توزيع توما. Music videos has always been a bit of a personal thing with me. We personally like to embed stories and creative elements to really drive forward characters, the artist, and a nice storyline that will develop from beginning to end. Action. And down. توفقت في بالمشاركة في هذا البرنامج، وتح لي الفرصة باش نوري للعالم يعني القدرات الفنية يعني ديالي، والحمد لله الناس حبوها وتقبلوها وتقبلوني، وبعد هذا بيصير كاين الشغل يعني. في خلطة يعني، هو الفن كبير بزاف يعني، ما يمكنلكش تقول زعما أنا كان نحب هذا اللون أو هذا اللون. الفن ملي كتبغي الفن كتبغي الألوان كلهم أكيد، الألوان المغربية المصرية، الألوان الخليجية ما بعيداش على قلبي، حيت قريبة بزاف الألوان المغربية. If you're an upcoming director, you just need to be out there. You need to be aggressive, you know, with your work. You need to make sure that your talent is as strong as your ambition, and balance the two. And really just get your hands hold of a project and just develop it and take it to the level it needs to be. And once you've done that, do another one, another one, and another one. And that's how you're going to continue to develop your skills, your team skills, and the creative process that goes along with it. This is director David Zeni, and you're watching Creative Lab.